حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن الأئمة من ولده أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى والعروة الوثقى، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرى في الدنيا والآخرة. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد، زاد مبلغ ومعاذ منجح، دعا إليها أسمع داع ووعاها خير واع، فأسمع داعيها وفاز واعيها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزه وعودوا مرضاه وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك، أفلا نحب أن ندخل السرور إلى قلب مولانا الصادق عليه السلام؟ نجدد تعزيتنا لشيعته ومواليه مشارق الأرض ومغاربها لمناسبة شهادة
الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله سلامه عليه. يقول عز من قائل في كتابه العزيز الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا به وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. صدق الله العظيم. في هذه الآيات الكريمات يخفف الله تبارك وتعالى على قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وآله فيعلمه عز وجل أننا نعلم ما يصيب قلبك وما يحزنك وما تتعرض له من أذى وما يدخل عليك من هم وغم، ولكن اعلم يا رسول الله أنهم لا يتعرضون لك من موقعك كشخص، وإنما إنهم يجحدون ويكذبون بآيات الله، ولأنهم كذلك فهم يتعرضون لك لأنك حامل لرسالة الله ومبلغ لرسالاته. يعني لست وحدك في المعركة، ولست أنت فقط من تطوي على نفسك متحملا هذا الوزر وهذه المسؤولية. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. تحزن لا من موقع أنك أذيت شخصيا وقد شرح الله صدرك، وإنما تحزن لجهل الناس، لبغيهم، لظلمهم، لعنادهم وإصرارهم على الباطل. وإذا أردت أن تواسي نفسك فتذكر أنك لست وحدك، فقد كذبت رسل من قبلك، فلك أسوة بموسى وعيسى ومن قبل بلوط وإبراهيم ونوح وكل الذين استهزئ بهم. لا بل وصل الأمر إلى أن يدبر قارون تهمة فاحشة لموسى عليه السلام، وأن يقتل زكريا ويقطع رأسه بأمر من بغية من البغايا، وأن يؤمر بإبراهيم عليه السلام إلى النار، وأن تضع الناس أصابعها في أذانها عندما يكلمهم نوح وقد دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا فلم يزدادوا إلا كفرانا. ومع ذلك لم ييأس الرسل وانتظروا وعد الله ونصر الله، والله لا يخلف وعده. فإذا بإبراهيم عليه السلام ينجو من بغيهم وظلمهم وعدوانهم، وكذا موسى عليه السلام يجوز البحر وينجو ويغرق الظالمون، وكذا في سائر سير الأولين
من الأنبياء والمرسلين كان خاتمة المطاف كانت كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. من هنا نجد هذا التخفيف، هذه المواساة، هذه المشاركة لقلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كذبت رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا به وأوذوا، وهذه قمة التعرض لمشاعر الإنسان بالأذية حتى أتاه النصر. صبرك ليس وهنا، وانتظارك ليس لفراغا، وسكوتك ليس خوفا وجبنا، إنما شرط النصر الإلهي أن يسبقه صبر في عين الله وفي سبيل الله. وإلا لو أراد الإنسان أن يكون مخلوقا غريزيا، معروف الذي يؤذى ردة فعل الغريزية أن يرد هذا الأذى بأذن حيوان. الإنسان كل البشر تصرف على أساس. ميزة الأنبياء والرسل والأوصياء أنهم يقضمون غيظهم ويتنازلون عن ذاتهم ومشاعرهم وخصوصياتهم، لأنهم لم يخلقوا ليعيشوا الأنانية والنفس والذات، إنما خلقوا ليكونوا نموذجا إلهيا بين الناس. وهكذا نجد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وصلت الأمور إلى درجة أنه ضرب صلوات الله وسلامه عليه وآله، فداك أمي وأبي يا رسول الله، ضرب بالحجارة حتى تدمت قدماه ورمي بالأشواك في طريقه، وأفرغت الكرشة على رأسه أثناء السجود، واتهم بالسحر والكذب والشعر والكهانة، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي قط مثل ما أوذي. ومع ذلك كيف كان يتصرف وكيف كان يعامل الناس عندما عاد إلى مكة فاتحا وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكيف كان يعطي كل ذي حق حقه وينصف الناس من نفسه. حتى هذا الإعرابي الذي دعا أن صوت رسول الله مرة بالصدفة أنه يعني وصل إلى بطنه، ما بعرف إذا الدعوة ماذا صحته، ولكن ادعى ذلك أنه علم في بطنه، لم يتردد رسول الله لحظة. يعني أنا مثلا أروي الرواية وأشكك بها، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشكك بل صدقه تماما وكشف عن بطنه وأعطاه الصوت وقال: يا هذا نل مني كما نلت منك. وهو رسول الله وأحب الخلق إلى الله وأعظمهم وأكرمهم وأعزهم وأشرفهم، ذلت له الرقاب واستسلمت له العباد، ومع ذلك كان يقول لهذا الإعرابي: تفضل ضربي بضربي، أنا مستعد لأنال هذا الجزاء. وهكذا نجد في كثير من المواقع والمواقف. ولكن شو المشكلة دائما في الماضي وفي الحاضر؟ على فكرة المشكلة ليست في أن يقتنع الناس بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بصحة الرسالة التي حملها. المشكلة في الماضي والحاضر والمستقبل هي مشكلة الجحود، أن الناس تعرف في قلبها وتجحد في لسانها، وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم. جحدوها واستيقنتها أنفسهم. بدليل شو؟ بدليل أنه مر أبو جهل، واسم على مسمى على كل حال، صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك أنه أنت أبو جهل
نعمت يعني؟ فقال والله إني لا أعلم أنه صادق، لكن متى كنا تبعا لعبد مناف. يعني المشكلة اللي ثلاث أرباع العالم يوم بيعيشوها، إنه نعم صحيح، ولكن كيف نسلم لدين عربي؟ يعني كيف نسلم ونحن الأوروبيين، نحن البيض، نحن أصحاب الحضارات والتقدم والتكنولوجيا، كيف ننقاد لرجل أتى من بيئة بدوية صحراوية عربية؟ يعني العزة بالإثم والكبرياء والتكبر هو المانع، ولا ليس الأفكار والمعتقدات؟ هم يعلمون في أنفسهم، الأغلبية على الأقل، أن ما جاء به الإسلام هو تماما ما جاءت به الكتب والصحف الأولى، بزيادة أن هذا الدين دين كامل مكمل، فيه حتى إرش الخدش ولا ينقصه شيء، ولكن الاستكبار النفسي والأنانية تمنعه من ذلك. وقد وجدنا في التاريخ أيضا هذه المشكلة، أن عتاة قريش يأتي أبو جهل أبو سفيان الأخشن من شريق، يستمعون إلى تلاوة القرآن الكريم ليلا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، وحتى إذا ما طلع الصباح وفضعهم قلتوه على الطريق، ممكن أنت ممكن ثلاثتهم كانوا يسترقون السمع، وعندما يتعاهدون على عدم العودة، لأنه هولي رموز الزمر القرشية، يفتضحون في اليوم الثاني والثالث أنه بعضهم يترددون. بعدين عندما يأتي إليهم هذا الأخشم من قريش ليلقي الحجة على أبي جهل وأبي سفيان، فإنهم يدعون أنهم سمعوا شيئا قد سمعوه من قبل ويعرفوه، وسمعوا أشياء لم يفهموها ولم يعرفوها، ولكن مع ذلك عندما يريد أن ينتزع منهم إقرارا، فنعم يقول أبو جهل مرة أخرى عندما يسأل محمد صادق أم كاذب، فقال ويحك إن محمدا لصادق وما كذب قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجاب والسقاية والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ يعني مرة أخرى يعود إلى نفس المشكلة، أنهم يخافون على مواقعهم وعلى فوائدهم وعلى سلطتهم وعلى كرسيهم وعلى تحكمهم، فيسيئون إلى الرسول صلى الله عليه وآله وإلى الرسالة خوفا من هذا الدين الذي إذا ما انتشر وساد لنزع منهم سلطتهم ومواقعهم وكل ادعاءاتهم. لذلك نجد في التاريخ اعتراض يأتي من المتكبرين المتنفذين الذين سماهم القرآن الكريم بالمستكبرين، بيقول النعمة بالملأ حاشية الملوك والأمراء متنفذين ومسيطرين، هؤلاء كانوا دائما في مواجهة حركة الأنبياء والرسل والأوصياء. ثانيهم الكهنة والمشعوذين ورجال الدين المستفيدين ماديا ومعنويا من ارتباط الناس بهم وبأفكارهم، لأنه إذا جاء الحق وزهق الباطل هؤلاء يزهقون أيضا مع باطلهم، وتكتشف الناس أنهم جماعة تشعوذ وتلم ملايين الدولارات، كما سمعتم عن بعض القساوسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ملايين الدولارات يجمعون باسم المسيح عليه السلام، ثم إذا ما افتضحوا وتركتهم الناس يتقوض ملكهم ويسقطون حيثهم، لأن الناس سوف تتبع دينا إلهيا سماويا لا يطلب منهم أن يكون هناك واسطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى. لا تحتاج أن تأتي الله لا عبر راهب ولا كاهن ولا قص ولا شيخ ولا معمم، إنما أن تأتي الله تبارك وتعالى بقلبك وبروحك،
أن تسجد له في عتمة الليل دون أن تراك عين، ويهمس قربك لسان لتناجيه وتناغيه وتتودد إليه بكل ما تؤتى من كلام محب وصادق من القلب إلى القلب. وهكذا نجد اليوم أن هذا الموضوع لم ينتهي ويتكرر بوحي مما حدث في تاريخ، حيث نجد أن اليهود والمنافقين في ذلك العصر مارسوا نفس الممارسة التي تمارس اليوم في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك وندعوك أن تجعلنا من أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله، اللهم وأحينا وأمتنا على محبته، وأرنا وجهه الشريف المنير يوم القيامة، وارزقنا العمل بوصاياه والتشبه بخلقه، واجعلنا من أتباعه المخلصين والعارفين لقدره ومنزلته يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأموات منهم والأحياء، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهرة، وعلى أئمة المسلمين علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم هؤلاء أئمتي أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى والعروة الوثقى، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة. اللهم عرف بيننا وبين رسولك الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ارزقنا في الدنيا خالص شفاعتهم، وفي الآخرة في الدنيا خالص زيارتهم، وفي الآخرة خالص شفاعتهم. إنك قريب مجيب الدعاء، إنك على كل شيء قدير. أيها المؤمنون عباد الله، إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمة وألزمت قلوبهم مخافة، حتى أسهرت لياليهم وأضمأت هواجرهم، فأخذوا الراحة بالنصب والري بالظمأ، واستقربوا الأجل فبادروا العمل، وكذبوا الأمل فلاحظوا الأجل، ثم إن الدنيا دار فناء وعناء وغير وعبر. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه التقوى تفرض على المسلم أن يكون مسؤولا عن كلامه وعما ينقل وعما يروي، وبالتالي يوم القيامة
لا يمكن لأحد أن يجوز الصراط قبل أن يوقف ليسأل، وليقال له لقد نطق لسانك بكلمة، لكنها تنوقلت من مصر إلى مصر ومن بلد إلى بلد، حتى كانت سببا في هتك عرق أو قتل نفس. فيحاسب المرء على كلمة سوء خرجت منه وظنها بسيطة، فإذا بها تفعل بالناس فعل السوء. هذا ما يميز إسلامنا العظيم، بأنه يربي أتباعه على الحرص الشديد على تحمل المسؤولية في الحياة، بينما نجد أن الرأسمالية الغربية والفكر القائم على أساس حرية الإنسان فيما يفعل ويقول، لوين بيوصل؟ بيوصل اليوم إلى أن الهرج والمرج والقتل ومهاجمة السفارات وكل ما يحدث وسيحدث، شو بيكون التبرير بالآخر؟ ما نستطيع أن نفعل شيء، كما قالت هيلاري كلينتون، على أي أساس؟ إنه قوانيننا لا يعني لا تمنع إنسان إنه يعبر عن رأيه. بينما الإسلام بيقول لا، أنت حر وحريتك تنتهي عندما تبدأ كرامات الآخرين ومقدسات الآخرين، وليست حرية حيوانية، لأن الحيوان هو المخلوق الوحيد اللي لا يحترم لا سياج ولا قانون. إذا ما حطيت له يافطات وأرمات يجوزها، لأنه بده يأكل من المقلب الآخر في عشب أخضر، وعلى الإنسان أن يقول عكس ذلك. الذين حضروا لهذه الفتنة هم يعلمون تماما ردود الفعل، يعني مش انه عم يجربوا، لا، جربوا من قبل وعرف. ومن هنا نطرح علامات استفهام كبيرة على الحركة الصهيونية العالمية التي في صفوفها مسيحيين متصهيونين وأقباط حاقدين يعملون ليل نهار على أن لا تقر القرار بين العالم الإسلامي والعالم الغربي المسيحي لصالح الكيان الإسرائيلي الغاصب، لأنه بس يعلو المسلمين وتصير مشكلة دينية ومشاعر دينية، إسرائيل ترتاح وتستفيد. ليه؟ لأنها تجد أن الرأي العام الأمريكي والأوروبي مستعد أن يؤيدها في أي حرب قادمة وفي أي عدوان وشيك، تحت عنوان نحن عم قاتل بالنيابة عنكم هؤلاء الأوغاد الأشرار البربريين الذين يقتلون الناس ويعتدون عليهم في الشوارع. ليس عملا بريئا وليس عمل هواة. ليش؟ لأنه إذا طلعتوا على المضمون شو بتلاقوا؟ بتلاقوا مضمون منحط سافل كريه بذيء، ليس فيه أي معلومة تاريخية صحيحة أو أي رسالة. يعني تريد أن تناقشني، ممكن تعمل فيلم ولا تقول والله ليش بتجلدوا، ليش بتحاكموا تعاملوا المرأة بهذه الطريقة، ممكن تبادل أفكار. ولكن أن تصور أقدس مخلوق على الأرض تحترمه وتقدسه ملايين البشر بهذه الصورة التي لا تقبلها حتى على إنسان أقل من عادي في المجتمع لا يقبله على نفسه، فهذه مبين أنه ليس فيها أي مضمون فني يذكر، إنما هي سباب وشتام وتعدي ورذالة صرفت عليها الملايين لتقدم على أساس أنها عمل فني. وأنا شخصيا لم أستغرب المضمون، لأني كنت أستمع إلى محطات فضائية للأخبار وكانوا يرددون نفس القصص ولكن بمحاضرات. الرسول يفعل هكذا مع الأولاد، يفعل هكذا مع النساء، الرسول كان كذا والعياذ بالله كان كذا. اليوم هذه المادة صيغت بسيناريو للتمثيل. هؤلاء ماذا يريدون؟
وهن موجودين في الولايات المتحدة وكندا يريدون أحقادهم الدفينة تقودهم إلى أن يشغلوا الناس بالصراعات من هذا النوع ليتفرغ أسيادهم لحكم العالم وللسيطرة على الناس تحت عنوان أنه لو تركنا لهؤلاء المسلمين أن يحكموا شوفوا شو النتيجة شو ماذا يجري وماذا يحدث. للأسف بعض المسلمين يعني بده يبين حضاري فبقول أنه نرد عليهم بفيلم. شو قصدك يعني ترد بفيلم؟ يعني نحن أيضا نأتي ونسيء إلى شخصيات نقدسها ونحترمها والعياذ بالله هذا غير وارد بتاتا. أيضا نجهل فوق جهل الجاهلين بالطريقة التي تجري الآن ببعض الدول هذا دليل آخر. يعني اللي مش شايف الفيلم بيقول يكفيني ما أراه في نشرات الأخبار. على كل حال الموضوع خطير وحساس. وقد سألني أحد الأخوة البارحة أنه شو بكم تعملوا في مونتريال؟ قلت له ماذا نفعل يعني؟ هل نأمن إذا خرجنا بتظاهرة أن لا يستغلها بعض الموتورين والمدسوسين ليسيئوا إلى الناس وإلى أملاك الناس وليتتحول إلى هرج ومرج؟ ما عم نشوف العالم شو عم يعملوا ويسووا. مسألة ليست بسيطة ولكن لا نسكت بنفس الوقت. مش يمر المسألة مرور الكرام لأنه اعتدنا أن ننصرف إلى أعمالنا وأشغالنا ولا يهمنا طالما أن النار لم تصل إلى بيوتنا. لا، أنا أدعو الشباب خاصة الآن دخلتم الجامعات والمعاهد والكليات تستفيدون من هذا الحدث لنقيم ندوات توعية وطاولات تنشر الكتب والمعلومات عن السيرة العظيمة المكرمة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد حتى تتحول المشكلة إلى فرصة. من خلال هذه الفرصة نوضح لكثير من الناس الأبرياء. في ناس كثير على فكرة ما عنده ذنب يعني تؤخذ بجريرة بعض الموتورين وبعض الحاقدين. أغلب الناس في الغرب ليس ذنبهم سوى أنهم ضحية الإعلام. وإذا أحسننا التواصل معهم وبينا لهم أن هذه مجرد أراجيف وأكاذيب فباستطاعتهم أن يستفيدوا من هذه الفرصة ليدخلوا دين الله أفواجا إن شاء الله. ونحن واثقون بأنهم مهما مكروا ومهما يمكرون فأنهم لن يصلوا إلى نتيجة. سيزداد الإسلام اتساعا وانتشارا، هذا أمر الله، هذا وعد الله، ولابد لهذا الدين أن يصل إلى الناس، ولكن طبعا ليس من خلال هؤلاء الذين لا يجدون إلا القتل والتمثيل والتشويه وحالات من العنف الذي لا يمكن للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أن يقبله باسمه وباسم الدفاع عن كرامته، لا يمكن أن يقبله. وإنما أن نستفيد من هذه الفرصة في سبيل أن نجسد أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرتنا في معاملتنا في تعاملنا مع الآخرين، وأن نقيم الندوات والمؤتمرات ونوزع النشرات ونستغل وسائل التواصل الانترنت والتواصل الحديث لكي نقول لكل الناس أن هذه أراجيف وأكاذيب. وعلى فكرة لقد تعرضوا للسيد المسيح عليه السلام من قبل، وتتذكرون أن الفيلم عرض هنا في مونتريال وكسرت وجهات بعض دور السينما من نفس خلفية نفس الجماعات التي لا تقيم وزنها مش بس للإسلام حتى للمسيحية. هم يريدون أن يسقطوا هذه القيم في أذهان الناس حتى يعيش الناس فقط من أجل أن تكون أناس تشتر وتأكل وتشرب وتنام ويتفرغهم للسيطرة على سيادة العالم وعلى تفاصيل الناس. المقدمة للسيطرة هي أن لا يكون في نفسك قيمة لشيء، احترام لشيء، تقديس لشيء، بس مهموم تسد فواتيرك وتعيش من أجل أن تحصل على لقمة عيشك. هؤلاء الأشرار، هذه السلطة الخفية واليد الشيطانية في العالم تواجه بمزيد من التوعية للناس، بمزيد من الاتحاد والتعاون مع كل المحبين للقيم، لقيم السماء،
لكل الذين يدعون إلى السلام والوئام بين البشر لنقطع على هؤلاء الأشرار طريق فتنتهم ودعوتهم إلى أن يقتل الناس بعضهم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنصرة دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالقول والعمل، وأن نكون إن شاء الله من السائرين على دربه والمتحلين بخلقه والعاملين بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صلى الله عليه وسلم.